مشاهدينا دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفل الصالون الشهري كلام في السيمة اللي بينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بذكرى المخرج والسيناريست الراحل دكتور عصام الشماع في أمسية جديدة من الصالون، وده في 7 مساء بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مؤجلات الجولة 11 من عمر المسابقة. هيلتقي مودرن فيوتشر مع الجونة في تمام الساعة 7 مساء، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع سموحة. النهاردة هينضم اللاعبين الدوليين للبرنامج التدريبي للنادي الأهلي بعد ما حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر منتخب مصر لتفادي الإجهاد والإصابات في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.